انا شخصيا ضد زراعه هذا الحشيش، اولا لان ما كنشوفها في البعد ديالها التربوي والبعد ديالها الصحي. انا ماشي لابوغاتوار، انا ماشي مختبر، انا انسانه، انا ام عندي ولادي كنخاف عليهم، انا اخت كنخاف على اخوتي، انا مواطنه. يعني كنشوف المساله انها ما يمكن ليناش نشجعوا هاد الزراعه هاد. اولا الاضرار اللي كتوجع الى حلينا قللنا الحشيش، كخصنا نقللوا حتى يعني الكوكايين ونقللوا المسائل اللي هي صلبه، يعني المخدرات الصلبه. هذه ماشي معقول، حتى الدول المتقدمه اللي قناتو ما عطاتناش البيلون ديالها، يعني مازال ما عطاتناش الحصيله الايجابيه ولا السلبيه. انا كنظن انها غادي تكون سلبيه لما قنتها، راه وقع فيها مشاكل، شبابها شباب الان اصبح شباب متشرد ممزق، يعني ما بقى عندوش يعني ذاكره، بدون ذاكره، بدون هويه، بدون اخلاق، بدون يعني بدون مبادئ، بدون قيم.